يدفع اللبنانيون أكثر من 80 مليون دولار سنوياً من جيوبهم إيجار مكاتب ووزارات ومؤسسات عامة، في الوقت الذي تملك الدولة اللبنانية عقارات لا تعد ولا تحصى مؤهلة لبناء أو ترميم مبان حكومية من شأنها أن توفر على اللبنانيين نفقات الاستئجار المتزايدة، ولا سيما إيجارات الوزارات الواقعة في وسط بيروت. في إرادة بالاستئجار، مش ما في تمويل. التمويل الدولي اللي عم تتدين بالسنة 4 أو 5 مليارات دولار أو عم تدفع أجارات هالمبالغ، هي قادرة توفر هالمبلغ هذا إيجار سنتين وتبني في مبنى. لا، في إرادة بالاستئجار، لأنه الإيجار بيأمن مصلحة مالكين وجهات سياسية تقف فراغ. هذه كلفة إيجار بعض هذه الأبنية الحكومية سنوياً. ديوان المحاسبة 774 ألف دولار، التفتيش المركزي 745 ألف دولار، إدارة الإحصاء المركزي 886 ألف دولار، المديرية العامة لأمن الدولة 470 ألف دولار، وزارة الخارجية والمغتربين 535 ألف دولار، وزارة الخارجية والمغتربين مبنى الأسكوا 8 مليون دولار، المديرية العامة للأمن العام 700 ألف دولار، وزارة المال 2,400,000 دولار، إدارة الجمارك 1,200,000 دولار، مديرية الشؤون العقارية 780 ألف دولار، الجيش اللبناني 1,333,000 دولار، المديرية العامة للتربية التعليم الأساسي 12,660,000 دولار، التعليم الثانوي 6,666,000 دولار، وزارة الزراعة 800 ألف دولار، وزارة العمل 550 ألف دولار، وزارة الثقافة 450 ألف دولار، وزارة البيئة 425 ألف دولار، ووزارة المهجرين 735 ألف دولار. تملك الدولة نحو 228 عقارا في بيروت فقط، بعضها مكاتب وأراض شاغرة يمكن التشييد عليها، أملاك كافية وأكثر. فلماذا اللجوء إلى الاستئجار إذن؟